جالكسي M30, M20 و M10 كلها هواتف جديدة من شركة سامسونج سنقوم بمراجعتها اليوم. السلام عليكم، مرحبا بكم شباب. كالعادة معكم مولا أمين من قناة أمني. اليوم سوف نتعرف على الهواتف الجديدة من شركة سامسونج. لدينا M30, M20 و M10، هواتف متشابهة شكليا، متشابهة في الاسم. هي نسخ جديدة من سامسونج ولكن فيها بعض الميزات التي تختلف عن بعض. سيكون تقريبا أول فيديو يجمع بين الهواتف الثلاث في مراجعة واحدة. سنقوم تقريبا بمقارنتها أو بمراجعة شاملة لها. بعد القيام بهاته أو التعرف على مواصفات وخصائص الهواتف، سأعطيكم رأيي في هذه الهواتف، هل تستحق شراء أم لا؟ تابعوا معي جيدا. يأتي الهاتف بتصميم كامل من الألمنيوم. في الجهة الخلفية نجد مستشعر البصمة، أسفلها شعار سامسونج عدا نسخة M10، وعلى اليسار نجد كاميرا مزدوجة أسفلها فلاش. أما M30 نجد به ثلاث كاميرات. في الجهة الأمامية نجد شاشة كاملة، أعلاها نوتش قطرة الماء الذي يحوي كاميرا السيلفي وسماعة المكالمات. نجد في الأسفل منفذ شحن USB Type-C، نجد أيضا مكبر صوت ومنفذ سماعات. يأتي M30 بسمك 8.4 ملم بوزن 180 غرام، أما M20 8.8 ملم بوزن 186 غرام، وM10 7.4 ملم بوزن 163 غرام. يأتي M30 بشاشة سوبر أمولاد، أما الإصدارين الآخرين بشاشة PLS. إصدار M30 يأتي بحجم 6.4 إنش بدقة 1080x2280 بكسل، تأخذ 85% من الواجهة. أما M20 بحجم 6.3 إنش بدقة 1080x2340 بيكسل، تأخذ 83% من الواجهة. إصدار M10 6.22 إنش بدقة 720x1520 بيكسل، تأخذ 82% من الواجهة. تأتي كل الهواتف شغالة على أندرويد باي 9.0 بواجهة إكسبيرينس 9.5، حيث يأتي كلا من M30 وM20 شغالان على معالج إكسينوس 7904 بتردد 1.8 جيجاهرتز مع رام 4 جيجا بايت ومساحة تخزينية 64 جيجا بايت. أما M10 يأتي مع معالج إكسينوس 7870 بتردد 1.6 جيجاهرتز مع رام 2 جيجا بايت ومساحة تخزينية 16 جيجا بايت. لا ننسى أن كلا من M20 وM10 يأتيان بنسخة ثانية برام 3 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 32 جيجا بايت. أما عن الكاميرا الخلفية، فكل الهواتف تحمل كاميرا أساسية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f1.9، حجم بيكسل قدره 1.12 ميكرون، وكاميرا ثانوية 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f2.2 ونفس حجم البيكسل، تصور فيديوهات FHD. إلا أن إصدار M30 يتميز بتصوير فيديوهات 4K ويحمل كاميرا ثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل. عن كاميرا السيلفي نتحدث، يأتي M30 بدقة 16 ميجا بيكسل، أما M20 يأتي بدقة 8 ميجا بيكسل، وM10 يأتي بدقة 5 ميجا بيكسل، كل منها بفتحة عدسة F2 مع HDR وتصوير فيديو FHD. يأتي إصدار M20 وM30 مع ميزة صوتيات دولبي أتموس وتقنية بلوتوث 5 مع مستشعر بصمة وبطارية 5000 ملي أمبير مدعومة بتقنية الشحن السريع. أما M10 يأتي بتقنية بلوتوث 4.2 وبطارية 3400 ملي أمبير بدون أي خواص إضافية. سعر سامسونج M30 هو $250، أما M20 فهو $200، في حين يأتي M10 بسعر $150. النقطة الأولى التي نتحدث عنها هي تصميم الهواتف. تصميم الهواتف حقيقة جميل جدا. الوزن نجده مرتفع قليلا في M20 والM30، ولكن التصميم حقيقة جميل وجيد جدا. نتحدث النقطة الثانية عن شاشة هذه الهواتف. M10 هاتف بسعر $150، أجد أن هناك الكثير من الهواتف تأتي بنفس السعر وبشاشات أفضل بكثير، إلا أن M20 شاشته متوسطة، M30 يحمل شاشة رائعة جدا، ونوش قطرة الماء يضفي بعض
الجمالية على الهاتف. النقطة الثالثة التي أتحدث عنها هي أداء الهاتف. صراحة الآم 30 خيب ظني، أيضا الآم 20 وجدت أن الأداء متوسط بناء على السعر، والآم 10 تقريبا الأداء مقبول خاصة في نسخة 32 جيجا بايت. النقطة الرابعة هي كاميرات هذه الهواتف. صراحة الكاميرات الخلفية سواء الكاميرا الثلاثية أو الكاميرات الثانوية كلها كاميرات جيدة وكلها تعطي أداء جميل جدا. كاميرا السيلفي في الآم 10 والآم 20 وجدت أنها رائعة، ولكن ارتأيت أنهم في الآم 30 كانوا قادرين على تطوير أو إعطاء ميزات أكثر لكاميرا السيلفي. النقطة الخامسة وهي بطارية هذا الهاتف. أجد أن البطاريات كلها خرافية، خاصة الآم 20 والآم 30، يعني بطارية قوية، الشحن السريع، النظام الجديد من سامسونج، وكل هواتف شغالة على الأندرويد باي كما رأينا، يعني مع تقنيات الحفاظ على البطارية وما إلى ذلك، تعطينا أداء جميل جدا. النقطة السادسة نتحدث عن الأداء العام أو التقييم العام للهواتف. بالنسبة للآم 10 أعطيه 7.5 من 10، الآم 20 أعطيه 8 من 10، والآم 30 أعطيه 7 من 10. كان هذا هو رأيي الشخصي، يمكنكم أنتم أيضا مشاركتنا برأيكم أسفل هذا الفيديو. هل أعجبتكم هذه الهواتف؟ لم تعجبكم؟ ما المميز في هذه الهواتف؟ ما الذي خيب ظنكم؟ ولا تنسوا دائما لايك لهذا الفيديو، على اشتراك في قناتكم الرائعة أمني. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.